تواجد في الضيعة ديالي في عضية، كنقولوا لها هاد البلاصة عضية، كان الطريق كيجي ليها من أي تجمات. داكشي اللي كاين الضيعة نموذجية مزيانة، راكم كتشوفوا الورد كان الحمد لله مزيان. إيوا هاد التربة كتوال من الورد الحمد لله، كاين مزيان ما كيموتش، كان فيه الإنتاج مزيان. معروفة غير بالورد. اي كاين هاد المنطقة معروفة بالورد الحمد لله، كاين الإنتاج مزيان، اللي بغى يخدم في الورد كاين ما يدار الحمد لله. الورد كان مزيان، كيوفر فرص الشغل للنساء، الأراميل، المطلقات، الجميع اليد العاملة كيوفر لهم فرص الشغل في هذا العام الحمد لله. ايوا داكشي اللي كاين، الثمن ديال الورد كل عام والثمن ديالو بحال العام اللي فايت كاين من 20 درهم حتى 25 حتى 26. هذا العام الحمد لله راه كاين الثمن، كاين من 25 لفوق الحمد لله، حتى 30 درهم من 25 حتى 35 كاع، وراه الحمد لله كان مزيان. شنو السبب ديال الزياده ديالو؟ علاش تزاد الثمن؟ السبب ديال الزياده ديالو كان جريح هذا العام، نقص الانتاج شي شويه، كاين نقص الانتاج، كاين الصهد في الاول ديالو، ملي كاين بات وملي خرج الزور وداك الشيء كاين البرد، وضربات الجريحه واحد شويه، نقصت واحد الانتاج شويه، ولكن الحمد لله الحمد لله راه كان مزيان الحمد لله. راكم كتشوفوا راه الحمد لله دابا كيوف خدام في الانتاج. شحال تيبقى تقريبا الورد الجني ديالو؟ تنتج مره في العام؟ مره في العام كيتنتج، مره في العام من واقيلا خمسه في اربعه كيبدا، الى كان داك التاريخ خمسه في اربعه كيبدا الانتاج ديالو. المهم كتكون واحد الفتره واقيلا 20 يوم 25 يوم ديال الجني ديالو. الحمد لله راه يد العامله راه كان مزيان، الى دايرين الناس بحال هاد الضيعات، شي خمسه هاد الضيعات في المنطقه ولا سته، غادي يلقاو الناس فين يخدموا، غيلقاو فرص الشغل، غتحيد هاد البطاله، غيتحيد واحد شويه ديال شحال تقدر تنتج في النهار الجني؟ شحال تقدر تجني في النهار ديال الورد؟ شحال من كيلو؟ بحال العام الفايت كاين كننتجو حتى 300 كيلو، حتى 300 كيلو، ولكن هذا العام ناقص شويه، كيوصل حتى 150 180 داك الشيء اللي كاين. تخدم معاك نساء؟ عيالات كاينين؟ كنخدم معايا العيالات، شي خمسه د العيالات ولا سته هذا العام الفايت، ولكن هذا العام نقصتهم شي شويه حيت الانتاج ناقص، ونقصت معايا يد العامله شويه حيت التكلفه كتكون شي شويه كتجي غاليه وداك الشيء، ونقصت يد العامله شي شويه. شحال المساحه تقريبا؟ شحال ممكن ينتج هذا المساحه؟ المساحه واقيلا عندي جوج كتار هنايا ديال الورد اللي كاينه، جوج كتار ديال الورد، وكاين حوايج اخرين عاوتاني، ولكن الورد بازيت شي شويه على الورد. هذا الورد البلدي؟ الورد البلدي، هذا الورد البلدي، ما من القمه والو، واقيلا الورده الدمشقيه واقيلا اللي كيقول لنا، ولكن حنا لقينا الورد البلدي ما من القمه والو، حيت لقيناه عند جدودنا وحولناه من الجنان لهنايا، ودرنا فيه النموذج، راه صدق الحمد لله كيعطي الانتاج مزيان، كيعطي كل شيء، راكم كتشوفوه الحمد لله راه مزيان هذا العام الحمد لله. والعام الفايت ملي بدينا من 2017 وجبناه للجنان لهنا، وبدينا شويه بشويه درجه درجه الحمد لله، حتى ولا دابا كنخدم معايا الناس، لا في النقش ديالو، في التنقيش ديال الارض، لا في الزبير، لا في كل شيء، هذا الشيء ديالو كنخدم معايا شي اربعه د الناس ولا خمسه الحمد لله، راه فرص الشغل راه وفرهم لينا هذا الشيء الحمد لله. حنا كنفيقو بالسبعه ديال الصباح، السته كنجيو باش نحيدو الورد، كنخدمو بالنهار، كاين اللي كيخدم بالكيلو، حنا كنخدمو بالنهار، بغينا نعيشو وليداتنا، بغينا نحيدو تمارين راسنا، لا كنوضو بالسته السبعه، يمكن قبل الفجر، بعد الفجر كنوضو، كنجيو هنا باش نحيدو الورد، كنكملو الورد، كنمشيو للدار، كنشقاو في الدار، كنمشيو عند وليداتنا باش نقابلوهم. شحال كتخدموا تقريبا النهار؟ النهار كاين 1500 1600 كيخدموا بها الناس، حنا غير كنخدموا بالنهار. النهار كتخدم ب 1500 1400 باش كيخلصوا لك. مزيانه كندوزو النهار ديالنا في الورد باش نخلصوا النهار ديالنا باش نعيشوا وليداتنا. كنساليو مع ثلاثه جوج ديال النهار مع الشمس. كنمشيو للدار كنشقو فيها، بغينا نطيبو، بغينا نغسلو الحوايج، كنحيدو تمارين لراسنا، لا شويه غير مع الوقت صافي، كاين شويه صافي. كاين الشوك؟ كاين الشوك بيدينا، كاين اللي كيلبس الليكات، كاين اللي ما كيلبس الليكات، على حساب. نجمع جوج خناشي ثلاثه على حساب، على قديتي، الا سربيتي راه كتحيدي بزاف
تقاليتي كتحيدي غير شويه على حساب